هي قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري اللبناني لكرة القدم، وهي المباراة التي أعادت شيئا من الحياة إلى المدرجات. فاللقاء بين الغريمين التقليديين النجمة والأنصار كان له نكهة خاصة، إن كان من ناحية الحضور الجماهيري للطرفين أو من ناحية تواجدهم في الصدارة والتعادل بالنقاط وقبل ضربة البداية، حيث شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة للكتيبة الخضراء والتي كادت أن تثمر هدفا أول في الدقيقة السادسة من المباراة، حيث تكفلت عارضة النجمة بصد الكرة، وكاد برينس أن يدخل ورفاقه إلى حجرة الملابس وهم متقدمون بهدف، غير أن الركلة الحرة أنقذت من نزيه أسعد الذي أسعد النجماويين بحمايته للشباك في شوط فعل الأنصار فيه كل شيء إلا الأهم وهو التسجيل. هدرنا فرص بالجملة أول شوط، يعني كان فينا ننهي المباراة أول شوط. مباراة نجم أنصار أكيد هي المعركة اللي بيكون اللي بيسلم نص الملعب هو اللي بيسيطر على المباراة. الشوط الثاني من المباراة دخل لاعبو الأنصار قبل النجمة وحكم المباراة بثلاث دقائق، وهي إشارة قد يفهم منها أن لا ملاحظات كثيرة لدى مدرب الأنصار الصربي زوران. لكن في المقلب الآخر يصح القول أن النجمة حضر إلى المباراة في شوطها الثاني، فبعد دقيقتين فقط رأسية نجماوية يمسك بها حارس الأنصار لاري مهنا. الدقيقة 51 من المباراة هي نقطة التحول في الديربي رقم 107 بين الغريمين، بطاقة صفراء ثانية لأنس أبو صالح تعني بطاقة حمراء للأنصار الذي سيلعب منتقصا لاعبا، وهو الأمر الذي سمح للمدافع حمدي مبروك للتقدم للأمام وإصابة عارضة الأنصار برأسه. ومن جملة تكتيكية جميلة أرسل خالد التكجي كرة عرضية إلى رأس عباس عطوي الذي نجح بهز الشباك الأنصارية وسط فرحة جنونية على المدرجات. مرة ثانية أحد أبرز لاعبي المباراة العاجي لاسينا سورو يمرر إلى محمد قاسم الذي يتقدم ويرسل الكرة إلى يمين لاري مهنا، هدف نجماوي ثان. خلنا الحجرات الملابس بعدين حكينا فيقنا بعض وحاولنا باش نركز أكثر يعني نطبقوا يعني توصيات المدرب، والحمد لله ربي وفقنا معناه عملنا الشيء هذا، ويا رب يضلك اكثر الجمهور هيك مشان يعني ما عندك فكره لما يكون كثير جمهور هون بالملعب بيعطينا حماس وطاقه. وفي وقت بدا فيه جمهور الانصار بمغادره مدرجات الملعب، ركله جزاء للانصار كادت ان تعيدهم الى المباراه، فحاولوا الضغط باتجاه مرمى النجمه، غير ان الوقت مر كما مرت راسيه برينس الى يدي حارس النجمه نزيه اسعد. ضغط مباراة الديربي بين النجمة والأنصار على ما عداها من مباريات خلال الجولة السادسة للدوري اللبناني، حيث عبرت النجمة من خلال فوز ثمين على الغريم التقليدي لترتقي إلى صدارة الترتيب. محمد كركي، بيروت، قنوات الرياضية السعودية.